اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نطمن من خلاله على استعدادات الاهلي الاخيره لمواجهه الغد امام نادي الاسماعيلي. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز امير هشام، تحياتي ليك ولكل مشاهدي الترند في كل مكان. اهلا بك يا توفيق، يعني قول لنا اخر الاخبار والكواليس اللي بتتعلق باستعدادات الاهلي الاخيره لمباراه الغد. يعني حالا وانا معاك دلوقتي حالا جوه ملعب مختار التتش بالجزيره التقسيمه، ده اخر فقره في التدريب الاخير للنادي الاهلي استعدادا لنقاط الاسماعيلي زي ما قلت غدا باذن الله في 9 مساء على استاد برج العرب بمحافظه الاسكندريه في المباراه المؤجله من الاسبوع 18 في مسابقه الدوري العام. يعني استعدادات على قدم وساق، الفريق خد اجازه يوم واحد بس يا امير يوم الخميس، واستعد عاد تاني للتدريبات بالامس. يمكن تدريب امبارح كان استشفاء للمجموعه الاساسيه للعبه المباراه الاخيره، وباقي المجموعه ادت تدريب قوي جدا، وكمان حراس المرمى ادوا تدريبهم بشكل اكثر من رائع. النهارده يمكن معظم اللعيبه موجوده في التدريبات، في لعيبه طبعا مجموعه من اللاعبين بيجروا يعني تدريباتهم الاستشفائيه، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، احمد نبيل كوكا، ولكن باقي اللاعبين يعني المتبقيين من المجموعه الاساسيه واللاعيبه الناشئين المتصاعدين من فرق الشباب موجودين في التدريب. التدريب يمكن بدا بمحاضره فنيه للجهاز الفني في غرفه المحاضرات، استمرت لنصف ساعة قبل النزول للتدريبات، ومن بعدها كان بعض التدريبات البدنية، ومن ثم الانتقال لتدريبات الكرة. يعني على طول التدريب إن شاء الله بالكتير أول نصف ساعة وهينتهي، ومن بعدها هيعلن الجهاز الفني بقيادة مستر ريكاردو سواريش قائمة المباراة أو قائمة اللاعبين المسافرين إن شاء الله للمبيت هذه الليلة في محافظة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة بإذن الله. طب توفيق، يعني هل ممكن نلاقي أكرم توفيق في القائمة النهاردة ولا من بعد مباراة الإسماعيلي؟ هو اكرم بالتحديد، انا عارف انك هتسال عليه، فهو موجود في التدريب، ادى التدريب البدني بشكل كبير جدا، موجود كمان في التقسيمه، ولكن اعتقد انه ممكن يعني لو حتى شفناه بكره يا امير هيبقى في جزء قليل من المباراه، واعتقد هيتم الدفع في يعني اكرم توفيق فيما تبقى من مباراه الدوري، ولكن يعني حتى لو موجود بكره فهيكون موجود في جزء بسيط جدا من المباراه، ده طبعا حق اصيل للجهاز الفني سواء ضمه للقائمه من عدمه. طبعا رامي ربيعه كمان يعني برغم من ايقافه لحصول على 3 انذارات مش هيكون موجود في مباراه الاسماعيلي، ولكن موجود في التدريبات وبيؤدي تدريبات بشكل اكثر من رائع، كذلك احمد عبد القادر، محمود متولي، محمد عبد المنعم، دي المجموعه المتبقيه من المجموعه الاساسيه اللي كانت عايده من اصابات الفتره الاخيره، فتم الاعتماد عليهم طبعا بجانب مجموعه من الناشئين. يمكن المحترف الوحيد اللي موجود في التدريبات هو ميكسوني، طبعا بيرسيتاو مش موجود، وديانج كان حصل يعني لحق ببقيه الفريق اللي حصل على اجازه بامر من الجهاز الفني لنهايه الموسم باذن الله. لكن عاوز اطمنك على الاستعدادات والتدريبات يعني شغال بشكل اكثر من رائع، يمكن في حماس من مجموعه كبيره جدا من الناشئين، يمكن غياب اكثر من عنصر عامل حاله حماس بين اللاعبين، كل لاعب عاوز يحجز مكانه في التشكيله الاساسيه عشان جمهور النادي الاهلي يشوفه في ظهوره الاول، بجانب طبعا المجموعه اللي بتتمرن مع الفريق بشكل كبير خلال الفتره القادمه. مباراه الغد طبعا بغض النظر عن ترتيب الفريق النادي الاسماعيلي، ولكن تتبقى مباراه كبيره ما بين الاهلي والاسماعيلي، اعتقد اللاعبين عارفين كتير جدا اهميه هذه المباراه. يمكن اتفرجنا امير على مباراه كاس الرابطه كانت ما بين الاهلي والاسماعيلي على نفس الملعب، ده اخر مواجهه ما بين الفريقين، وكانت بمجموعه من الشباب، وشفنا ان هم ادوا بشكل اكثر من رائع، كانت شهاده ميلاد لعدد كبير جدا من لاعبي الشباب في النادي الاهلي اللي كملوا بعد كده مع الفريق الاول منذ هذه المباراه. طبعا كان ابرزهم محمد مغربي واحمد سيد غريب، ومجموعه كبيره جدا من اللاعبين ان شاء الله يكونوا موجودين بكره برضه في المباراه يا امير. طب ده امر مهم جدا. طيب هل في بعض اللاعبين اللي بيقتربوا من العوده من الاصابات وبالتالي ممكن نشوفهم في الملعب خلال الفتره اللي جايه، ولا لسه خلاص بالنسبه لهم الموسم شبه انتهى يعني؟ لا، هو بالطبع في مجموعه قربت يعني ترجع من الاصابه، لكن معظمهم من اللاعبين الاساسيين، فالجهاز الفني هيفضل راحتهم لنهايه الموسم بحيث يبقوا برضه خدوا اكبر قدر من الراحه مع الفريق امير. يمكن المجموعه اللي موجوده دلوقتي زي ما قلنا المجموعه اللي كانت عايده من الاصابات ما كانتش بتشارك بصفه اساسيه، فالجهاز الفني اكيد حابب يكسبهم يعني زي ما نقول لياقه المباريات، ويكونوا برضه كجزء مع الفريق ويشوفهم ويتفرج عليهم قبل نهايه الموسم، ولكن المجموعه الاساسيه بالطبع حتى لو حد عاد من الاصابه فالقرار محسوم ان هم لنهايه الموسم خارج حسابات الجهاز الفني للحصول على الراحه الكافيه ما بين الدورين، خاصه ان انت بتتكلم في منتصف اكتوبر على طول يا امير، عندك سواء بطوله افريقيا او كمان بطوله الدوري العام، فاعتقد الفريق بقى له اكتر من 3 أو 4 سنين ما ريحش او خد فتره اعداد، فان شاء الله دي تكون فرصه جديده وباذن الله تكون بدايه جديده للنادي الاهلي وبدايه لسنوات طويله زي ما تعودنا ان شاء الله من البطولات والانجازات يا امير. مؤكد باذن الله تعالى. توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من داخل مقر النادي بالجزيره، قال لنا كل التفاصيل اللي بتخص الفريق الاول لكره القدم قبل مواجهه الغد امام الاسماعيلي. ان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ونتمنى للجهاز الفني كل التوفيق. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل.